السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم الجديدة. اكد دافيد مويس مدرب نادي ويسام الانجليزي بان النجم الجزائري سعيد بن رحمة بامكانه ان يصبح افضل لاعبي البريمير ليج. ولقد قال دافيد مويس في تصريحات صحفية: قلت دائما انه لا يتوجب علينا الضغط على بن رحمة لانه بالكاد يعرف اجواء البريمير ليج. واضاف قائلا: علينا ان نذهب معه رويدا رويدا، وبإمكانه أن يصبح أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. ولقد تابع المدرب قائلا: بن رحمة لاعب يمتاز بإمكانيات كبيرة، ولطالما أعجبت بأهدافه وتمريراته الساحرة. ولقد تناقلت وسائل الإعلام الإنجليزية هذه التصريحات الرائعة على الجزائري سعيد بن رحمة الذي قد قامت منذ أيام فقط إدارة نادي ويسهام بشراء عقده رغبة منهم في إبقائه معهم في الفريق. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.